هوبس بالمركز الثاني بترتيب الدوري اللبناني لكرة السلة، جملة ما كان يمكن أشد المتفائلين بالنادي بيتوقع يسمعها ولو بعد مرور 7 مراحل فقط على انطلاق الموسم. فهل يلي حققه هوبس لهاللحظة أتى صدفة أو هو وليدة عمل وجهود وهدف وضعوا من بداية الطريق؟ وشو هي العوامل يلي ساهمت بتحقيق كل هالنتائج؟ فالنادي يلي ببني على أساس أكاديمي بترأسه لاعب كرة سلة سابق جاسم قنصو، وعلى رأس الجهاز الفني المدرب باتريك سيبا، أحد أبرز لاعبي وصانعي الألعاب بالدوري اللبناني خلال فترة التسعينات. ورغم أنه الفريق ما بيضم تشكيلة مدججة بالنجوم وأسماء رنانة بعالم كرة السلة، إلا أنه هناك لاعب واحد ورغم سنه يلي ما تجاوز 22 عم بيسرق الأضواء، صانع ألعاب الفريق علي مزهر. نديم السعيد هو اللي عم يدافع على علي مزهر. علي مزهر عم يجرب يتلاعب بالدفاع، بمرر، ما معقول علي مزهر شو عم يعمل. علي مش بحاجة لنا لنحكي عنه، الأرقام كافية بإيضاح كل شيء، فهو بكل بساطة أفضل ممرر بالدورة بمعدل 8.4 تمريرات حاسمة بالمباراة الوحدة، وأفضل سارق كرات بمعدل 3.3 ستيلز. ما لا شك فيه أنه وجود مدرب كباتريك سيبا يلي اعتبروه الكثيرين أفضل مدرب على الساحة السلوية بالوقت الحالي، وراهن البعض على أن يصبح المدرب اللبناني الأفضل بتاريخ الدورة بالسنوات المقبلة، عم بيساهم بشكل كبير بتطوير علي مزهر يلي عم يستفيد من خبرة وتعليمات شخص كان واقف سابقاً بالمركز نفسه وبيعرف تماماً الدور يلي لازم يلعبه صانع الألعاب. بعد مرور 7 مراحل، 2-3-5 انتصارات متتالية، بواجه هوبس بكرة التنين بالمرحلة الأخيرة من ذهاب الريجولر سيزن المتحد يلي بدوره عم يسعى للمركز الثاني. كيف رح يختم هوبس المرحلة ويستعد للإياب؟ هل رح ينجح بالمحافظة على الانضباط التكتيكي والمستويات يلي قدمها مع انطلاق الموسم؟ وإلى أي مدى رح يضل قادر على مقارعة الفرق الكبرى لاسيما وأنه التغييرات قادمة؟ الحديث عن الفاينل فور لا يزال مبكرا جدا، ولو أنه البعض بدأ يراهن من هلأ على إمكانية وصول الفريق وتكرار إنجاز موسم 2009-2010. الدورة بعده بأوله، والأشهر المقبلة وحدة تعرف أسرار وخفايا البطولة.